مرحبا، أنا اسمي رؤى الحايكي، أنا مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة آدمو، وهي تعني بالاستشارات المتخصصة لرواد الأعمال. دوري في مسابقة مشروعي هو الموجه أو المدرب، طبعاً راح أفرز الأفكار وأختار الأفكار الخلاقة اللي يمكن تحويلها إلى واقع. راح ألهم المتدربين وأساعدهم إنهم يدرسون أفكارهم ويحولونها لمشاريع ويعيشون تجربة ريادة الأعمال. انضممت لمسابقة مشروعي لرغبتي الشديدة في إحداث تغيير إيجابي في حياة الطلاب المشاركين، طبعاً إلهامهم من جهة، صقل مهاراتهم من جهة، وزرع روح ريادة الأعمال. طبعاً أنا أملك شركتي الخاصة اللي تعني بالاستشارات المتخصصة برواد الأعمال. أملك خبرة 10 سنوات في مجال تنمية الأعمال والاستشارات. عملت في قبرص في الولايات المتحدة الأمريكية وطبعاً في مملكة البحرين. طبعاً مساعدتي لهم بتكون عن طريق خبرتي في ريادة الأعمال وتنمية الأعمال. طبعاً خبرتي الطويلة في ريادة الأعمال راح تساعدني إن أنا أوصل لهم التحديات وشلون ممكن يواجهونها. من السهل جداً صقل مهاراتهم إذا كان في قصة نجاح، إذا كان في أمثلة، إذا كان في related experiences متعلقة بالأفكار اللي هم قاعدين يطرحونها. أنا أطلع من خلال هذه المسابقة لإحداث فرق وتغيير إيجابي في حياة الطلاب المشاركين. طبعاً راح يتغير فكرهم ونظرتهم للحياة العملية، راح يشوفون أن في خيارات ثانية وأن عالم ريادة الأعمال عالم كبير وفي فرص وفي أفكار وفي خبرة راح يتعلمونها. انضمامهم في مسابقة مشروعي راح يعطيهم الفرصة لاكتشاف قدراتهم في ريادة الأعمال، اختبار مهاراتهم، وراح يعطيهم الفرصة لصنع القرار.